تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى أبد الدهور آمين. السيد المسيح قالنا في إنجيل متى فصل 10 آية 16 ها أنا ذا مرسلكم مثل خراف بين ذئاب فكونوا حكماء كالحيات وودعاء كالحمى. لأكثر عنصر ضعيف عنا اللي بسموه الجنس اللطيف نقدر نسميه معنويا الجنس الضعيف، مع انه على ما يبدو انه من ناحية الصحة وتركيبة المرأة جسمها أقوى بكثير من الرجل وعمرها أطول من الرجل، وقوة الاحتمال اللي عندها مثلا في قضية الحمل والولادة بدون مؤاخذة أكثر بكثير من الرجل. إذا عندنا العنصر الضعيف ليس خلينا نقول بالقيمة، لأنه عندنا في المسيحية المرأة إلها كل الكرامة وكل الاحترام، وهي زي ما بنقرأ من أول الكتاب المقدس إنها عون للرجل شبيه به، عون للرجل شبيه به، من هي من ضلع الرجل، يعني لها ضلع في كيانه وله ضلع في كيانه. رغم ذلك وطبعا قمة المساواة عندنا بين الرجل والمرأة أو أساس المساواة بين الرجل والمرأة هي المعمودية، زي ما بنقرأ في الرسالة إلى أهل غلاطية فصل 3 آية 26 وتابع، أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم، المسيح قد لبستم، فلم يعد فرق بين ذكر وأنثى، يهودي ويوناني، عبد وحر، لأنكم واحد في المسيح. أما في الختان في فرق، في تمييز بين الذكر والأنثى. ثانيا قمة المساواة في المسيحية وأساسا حتى في اليهودية الأصلية هي في الزواج، رجل واحد بامرأة واحدة. لما رأى الرجل لما رأى آدم حواء سؤال هذه عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت، إيشا من إيش، ولذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلزم امرأته أو يلتصق بامرأته، ما قالش بزوجاته، ويلتصق بامرأته، ويكون الاثنان جسدا واحدا، جسدا واحدا يعني كيانا واحدا. إذا عندنا ولكن مع الأسف نقطة الضعف هي اجتماعية، وأيضا نقطة الضعف في الحياة هي عدم الخبرة. عدم الخبرة عند البني آدم فينا، ما فيش إنسان فينا بيولد كبير، ما فيش إنسان فينا بيولد ومعاه عنده تجربة، زي ما بقولوا أكبر منك بيوم أخبر منك بسنة، وكان يقول رحمة الوالد اللي ما بربوه أمه وأبوه بتربيه الأيام والليالي، الأيام يعني بتعطي العمر بيعطي خبرة للإنسان. مثلا أنا كنت أفكر إنه بيت الأسرة عنا في منطقة آمنة، فكان فيها الحمايات العادية، قبل فترة في لصوص أولاد حلال بالحق، أولاد حلال اقتحموا البيت، قلت الحمايات هذه كانت غير كافية. يعني الإنسان بيتعلم من أغلاطه، وهي مصيبة، مش مفروض نتعلم نعمل أغلاط حتى نتعلم. مبدئيا يجب أن نتعلم من أغلاط مين؟ من أغلاط غيرنا، حتى ما نوقع في نفس المطبات اللي بوقعوا فيها، زي ما بيقولوا إحنا ما متناش بس شفنا الناس بموتوا، ولا لا؟ ولكن يبدو إنه البني آدم هيك، خصوصا مع الانحراف والفتلان
اللي في مخنا احنا البشر، ما او انا ما بصدقش انه اللي صار لغيري يصير معي، انا مش ممكن يصير معي هيك. يعني فلان مات بس انا مش راح اموت، فلان بنته عملت هيك بس لا بنتي انا مستحيل، انا غير يا عمي انا غير. بعدين لما بتوقع الفاس في الراس بنقول شو كان لي عقلي يا ربي، وين كنت انا. اذا بنسمع عن فتيات، بلاش فتيات يا عمي، نسوان متزوجات فجأة بيجي هالرجال على بيته ما فيش مرة، وين اختفت هربت مع مين هربت؟ شو بده يكون فيها خير للي هربت معه لما تتخلى عن جوزها وعن أولادها مثلا؟ يعني هو نفسه لازم يفهم بدون مؤاخذة انه اللي ما فيها خير البعيدة لأولادها مش راح يكون فيها خير اللي انا، بغض النظر عن جوزها بدون. هلا خلينا نحكي اكثر عن فتيات صغار 16-17 سنة، خصوصا رجل اكبر منهم بكثير بالسن، رجال اكبر. خلينا نقول انه في هون اشيين حسب ما نبهتنا احدى الاخوات مشكوره. اول شيء رجال كبار كثير اكبر من البنوتة هاي بكثير، بيحكوا معها وبيقولوا لها كلام معسول، وانا راح اشتري لك بيت، وانا راح اسكنك في كذا وكذا، وانا راح اطلق مرتي عشانك. لازم تفهم اللي بتسمع هلا تسمعنا بالعربي، ان اللي بقول لك بده يطلق مرته عشانك، مرته اللي هي والدة اولاده، اذا ما فيهوش خير للي انجبت له كذا ولد معناه ما فيهوش خير البعيد إلك أنت كمان، ولا لا؟ هذا أولا. زي ما بيقولوا اللي ما إله قديم ما إله جديد، خصوصا في النساء أو في الرجال. ولكن ثانيا خلينا نحلل هاي الظاهرة. زي ما قلت في عنا حالتين، إما حالة رجال أكبر بالعمر من هالفتيات اللي هالرجال بيغروهم او بيغوهم، او انه من نفس العمر عن طريق وسائل الاتصال الاجتماعي، البلاوي اللي احنا عايشين فيها اليوم ابتداء من بتاع هذا الخليوي الى الفيسبوك والتويتر وايش في كمان والسكايب والشو كمان يعني من هالحكي طالع. اولا خلينا ناخذ الرجال الكبار بالسن. شو اللي بحبب بنوته عمرها 16-17 سنة لسه مش مخلصة التوجيهي يعني الثانوية العامة في رجل قد أبوها؟ وهيني هون قلت كلمة السر، قد أبوها. إذا بدنا نحلل نفسيا بشكل عام دون ما ندخل إلى التفاصيل، بيقولنا الفيلسوف أو عالم النفس النمساوي اليهودي اللي هو زيغموند فرويد، تسمع عنه زيغموند فرويد، بيقولنا عن عقدة إلكترا وعقدة أوديبوس. طبعا إلكترا وأوديبوس هذول موجودين في المسرحيات اليونانية الإغريقية القديمة من سوفوكليس وإيروبيدس وغيره. شو هي عقدة إلكترا؟ عقدة إلكترا هي إعجاب البنت بوالدها، تعلق البنت بوالدها، خصوصا البنت الدلوعة المجلوطة اللي بتعرف اللي البنوتة اللي بدلعوها، خصوصا إذا وحدانية. إلكترا هي البنت المتعلقة في والدها. في عنا حتى مثل بالعربي بقول لك كل فتاة بأبيها معجبة، كل فتاة بأبيها. إذا تعلق هالبنوتة الصغيرة هاي بهذا الرجل اللي قد والدها بيدلنا على عقدة إلكترا، يعني إنها تجد في هذا الرجل والدها. كمان تعلق الرجل بالمرأة
نقدر نقول انه نوعا ما عقدة اوديبوس. عقدة اوديبوس، شو اوديبوس؟ يعني الولد اللي يحب والدته وبعدين بيقتل ابوه وهو معوش خبر انه هذا والد. طبعا مش راح نوصل لحد قتل الوالد، انما يقال انه في الحب وفي الزواج الرجل في الانسان المحبوبة يبحث عن والدته او يجد نوعا ما والدته، وتنصح الزوجة ليس فقط ان تكون لوالدها زوجة، عفوا لزوجها زوجة، بل ان تكون ايضا نوعا ما له اما، يعني يكون في نوع من الامومة في حب المرأة لزوجها. بعرفش اذا لاحظتوا في بعض البيئات والمجتمعات، وهي فكرة أنا كثير بحبذها، مش حلو إنه الوحدة فيكم تنادي جوزها باسمه قدام الأولاد، يا أبو فلان أو بابا، ومن أو، وكمان مش حلو الزوج ينادي زوجته باسمها قدام الأولاد، حلو إما يا أم فلان زي ما إحنا بنعمل العرب أو ماما. ليش ما هاي امتى بتبدا هاي قصة بابا وماما؟ اول ما بيجيكم اولاد، لانه اذا بسمعوكم بتنادوا بعض باساميكم بصير اولادكم ينادوكم باساميكم. هذيك الوحده بتقول ابني بناديني باسمي، قلت لها العين ولا بلاش، قلت لها انت انت ما اسمكش فلانه، انت اسمك ماما. شايفين ما احلى من هون؟ تبدا هالشيء، الفكره الحلوه، يعني انه في ابوه في محبه الزوج لزوجته، وفي امومه في محبه مين؟ الزوجه لزوجها، وكمان تربيه منيحه للاولاد. مع الاسف اليوم في عاده سيئه جدا، منيح اللي الله ما اعطاني اولاد، لانه اذا ولد بده يناديني باسمي كان بطير اسنانه، اذا عنده اسنان يعني، من اوله هو بطير له اسنانه. زي ما كانت تقول رحمه والدتي، عيش مؤدب او موت حزين. يا بتعيش مؤدب يا بتموت حزين، ما لكش مكان على سطح الارض. اذا خلينا نيجي، هي حللنا بسرعه طبعا الكلام المعسول. هلا بتقول لي طيب هدول بنات صغار شو بفهمهم؟ وليش احنا بنعمل ندوات؟ وليش بنقول للناس تعالوا احضروا الندوات؟ لانه لا طاولة الظهر ولا الشدة ولا الارجيلة ما راح ينشئوا الوعي. عند اللزوم بينشئوا لك دخان، عند اللزوم بحرقوا لك الرئتين. كل ارجيلة عن 20 سيجارة غير المصاري اللي بحرقوا لك اياه. إذا وين الوعي كمان؟ نعم، غير عن مرض اللامبالاة، بدنا الوعي يجينا في المدارس خصوصا. طبعا بدون مؤاخذة الخوان والرهبات، معلمين ومعلمات التعليم المسيحي، معلمين الأخلاقيات الاجتماعيات. منيح، هلا بنيجي لقضية وسائل الاتصال الاجتماعية اللي لفتت نظرنا إلها إحدى الأخوات. حلو نعرف اليوم مش بس مع مين اولادنا وبناتنا بيمشوا، حلو نعرف ايش بيشاهدوا على الشاشة الصغيرة 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 في غرفهم، خصوصا في قصة الفيسبوك والتويتر واليوتيوب وكل البلاوي هاي، اللي ممكن تكون نعمة اذا بتستخدم جيدا، وبتصير نقمة. يعني في مخطط، في مخططات لاغواء المرأة المسيحية، اغواء الفتاة المسيحية. باقة ورد بتجيها، هيهم عرفوا اسمي، هاي ناس معجبين فيي، كما يقول المثل عندما يقول احدهم لاحداهم انت جميلة يرددها لها الشيطان 10 مرات، سيقول انت جميلة انت جميلة، اخر الفيلم بتفتشر حالها بريجيت باردو او الملكة اليزابيث في صباها. يعني انتوا فاهمين علي؟ فهذا هو المدخل الى عن طريق الاذن. ووقتها مع الاسف وقتها
ببطل المخ يشتغل خلص من الأذن للقلب. حتى العين بتشتغلش كثير مرات، خصوصا لما وعادة يعني طبعا كل الناس خلقت ربنا، ولكن عادة بصير في عمى بصيرة قبل عمى البصر، زي ما قالت هذيك الوحدة إنه خلص الإنسان ببطل يشوف. ليش ببطل يشوف؟ لأنه بسمع كلمة حلوة، أو هلأ بشوف كلمة حلوة على الفيسبوك. طيب ما عمرك ما تسألتي من وين حصلوا على اسمك؟ شو هدفهم؟ هل اللي بيسمحوا فيه إلك؟ هل بيسمحوا إنه حدا يبعثوا لبناتهم لخواتهم؟ عشان هيك أنت يز هالمناسبة عن طريق هالمنبر الصغير اللي عنا باليوتيوب فيسبوك أم جميع الكنائس هولي لاند كاثوليك أورثودوكس تشيرش، وكمان عن طريق الأخ أبو ميشيل، إنه يا ريت تنتبهوا وتنبهوا الشباب والصبايا الصغار على كل إشي بيجيهم بالفيسبوك، خصوصا من ناس مجهولين، وخصوصا ناس من جنس آخر، وأحيانا من دين آخر. ليش؟ لأنه لما يدخل الدين خلص بتصير الإشي هون لسه أخطر بكثير، بيعملنا مشاكل. إحنا بنقول يا عمي بدنا نعيش بسلام بتعايش، فيش تعايش لما أنت بتضحك على بنتي بتاخدها. أنا مش راح أقبل لك هالإشي، زي ما فيش تعايش لما أنا أضحك على بنتك وأخدها، أو أضحك على الشاب ابنك أغوي وبعدين أنقله على بلد تاني وعلى دين تاني، إذا كان مسلم مش راح تسامحني. فخلينا نبعد عن المصاهرة، هاي زي ما بتقولوا، هاي شو بقولوا، جيزة الأهل أهر، جيزة الأهل أهر، والزيجات المختلطة أثبتت فشلها، خصوصا عنا إحنا العرب. كل واحد فينا بحب دينه، فما بحب حدا ياخد ابنه لدين غير دينه، ولا بنته منا لغير دينه. طبعا احيانا نقبل هالاشي لاننا مجبورين، ولكننا مش مبسوطين. واحنا كرجال دين طبعا مش راح نشجع حدا منكم انه يجوز بنته او ابنه خارج عن الكنيسة، والا منخون احنا ديننا، ولا لا احنا مش مستعدين نخون ديننا عشان نرضي الناس. بالعكس العالم الاسلامي بيعطينا المثال هنا بدون مؤاخذة للأمانة لدينهم. رجل الدين المسلم ما بشجع شاب مسلم انه يغير دينه عشان يتجوز مسيحية، ولا بشجع صبية مسلمة انها تغير دينها عشان تتجوز مسيحي، ولا لا؟ اذا هل بدكم منا احنا انه نشجع البشر يتركوا الدين المسيحي عشان زواج؟ لا، احنا مسؤولين عن ايش؟ زي ما يقول بولس، وديعة الايمان. الايمان امانة، احنا الاكليروس انتوا الشعب، الله اعطانا هالامانة مع محبتنا واحترامنا لجميع الناس، الهم دينهم واحنا النا ديننا. احنا كرجال دين وانتوا كمسيحيين حقنا وواجبنا أن نحافظ على وديعة الإيمان، أمانة الإيمان. أكبر خطر في أيامنا ضد وديعة الإيمان وأمانة الإيمان هي هاي الزيجات اللي 90 إذا مش 95% منها فاشلة، بل في بلادنا إحنا كلها فاشلة. ليش؟ لأنه كلها تأتي ضد الطرف المسيحي. في بلادنا ما فيش فايدة اي زواج مع طرف غير مسيحي، الاولاد بيطلعوا غير مسيحيين. اذا احنا كدين مسيحي خسرانين، اذا احنا كاكليروس واجبنا وحقنا، واول شيء واجبنا ننبهكم ضد هاي الزيجات. ولقد اعذر من انذر، وشكرا.